السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من قناة يو اي تي في بالعاصمة كييف، معكم محمد زاوي، والبداية بأهم العناوين. مقتل جندي أوكراني وإصابة آخرين في معارك ضد الانفصاليين شرق البلاد. الحكومة الأوكرانية تصدر لوائح قوانين جديدة لتسهيل عمل المستثمرين ورجال الأعمال في البلاد. وفي النشرة أيضا تتابعون: ملائكة في العاصمة كييف، ليطواني يعبر عن حبه لأوكرانيا بطريقة فريدة. نبدأ نشرتنا من شرق البلاد، حيث قتل جندي أوكراني وأصيب ثلاثة آخرون في معارك ضد الانفصاليين بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب في الدنباس. الانفصاليون الموالون لروسيا يواصلون خرق اتفاقات مينسك من خلال قصف مواقع القوات الأوكرانية، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية. أكثر المناطق توترا هي تلك الواقعة في اتجاه ماريوبول الاستراتيجية، حيث شن المسلحون الروس 16 هجوما باستخدام الأسلحة الثقيلة المحرمة بموجب اتفاق مينسك للسلام. معارك شرسة شهدتها بلدة فاديان بين القوات الأوكرانية والانفصاليين دامت أكثر من ثلاث ساعات، كما شهدت بلدات مارينكا وطرمتشوك وشيروكينا إطلاق نار كثيف. في المنطقة الواقعة باتجاه دونيتسك معقل المسلحين الروس، تشهد بلدات أفدييفكا وزايتسافا توترا مستمرا، حيث يستخدم المسلحون الروس قذائف الهاون بكثافة. في المنطقة الواقعة باتجاه لوهانسك، القتال جرى في بلدة باباسنيا بين الساعة الثالثة والسابعة مساء. العدو في اليوم السابق قام باستخدام قذائف الهاون لمدة 5 دقائق على مواقع قواتنا ومن معدات مختلفة لمدة 26 دقيقة. العدو وكما في السابق لا زال يحافظ على وجود معداته الثقيلة في الخطوط الأمامية. في ذات السياق، من المرتقب أن تلتقي اليوم مجموعة الاتصال الثلاثية حول تسوية الوضع في الدنباس بالعاصمة البيلاروسية مينسك. اللقاء سيتمحور حول فتح نقاط التفتيش ببلدتي زلاطوي ومحطة لوهانسك، وكذلك قضية تبادل الرهائن. كما ينتظر أن يدرس المتفاوضون مخططا لإقامة 7 مناطق آمنة على طول خط الجبهة من خلال سحب الأسلحة الثقيلة والقوات منها. في غضون ذلك تجري مفاوضات بشأن سحب الأسلحة من بلدة محطة لوهانسك التي فشلت بها هذه العملية في وقت سابق. ومن المنتظر أن يتم مناقشة إمكانية تواجد شرطة دولية مسلحة في الدنباس، وكذلك إجراء الانتخابات والسماح بوصول الصليب الأحمر إلى الرهائن والمحتجزين لدى الانفصاليين. في الشأن الاقتصادي، ألغى مجلس الوزراء الأوكراني 367 لائحة تتعلق بمجال الأعمال في البلاد، والتي أكد رئيس الوزراء الأوكراني بأنها ستخفف من الأعباء المفروضة على هذا المجال. وفقا لفولودومير هرويسمان، فإن العديد من هذه اللوائح تعمل منذ الفترة السوفيتية وتعتبر حواجز مصطنعة أمام مجال الأعمال الأوكراني. وأعطى رئيس الوزراء تعليمات لإعداد حزمة جديدة من اللوائح ستسهل بحسبه من عمل رجال الأعمال والمستثمرين في أوكرانيا. رفع القيود على رجال الأعمال والمستثمرين في أوكرانيا سيسهم فيه القانون الجديد الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية. الأمر الأكثر أهمية هو عدم إدخال تعقيدات جديدة. نحتاج إلى إجراءات حاسمة. سوف نقضي على هذه التعقيدات، وأولئك الذين يعارضون هذا الأمر يتم طردهم من الدوائر الحكومية. وضعنا مشروع قانون من شأنه أن يسمح لأوكرانيا في رفع ترتيبها ضمن قائمة الدول التي تشهد سهولة ممارسة الأعمال فيها بأكثر من 40 مركزا. نريد إجراء مناقشة عامة قصيرة ومكثفة حول مشروع هذا القانون مع جمعيات رجال الأعمال. نحن على استعداد للقاء رجال الأعمال للحصول على أفكار جديدة وتقديم مشروع القانون إلى الحكومة في غضون 4 أسابيع. سنظهر للمستثمرين الدوليين أنه يمكننا القيام بكل الخطوات الصعبة والفعالة في هذا الصدد. ملائكة تحرس العاصمة الأوكرانية كييف، هكذا أراد رجل أعمال ليطواني التعبير عن حبه لأوكرانيا ولشعبها. 25 تمثالا في جميع أنحاء المدينة تضاف إلى قائمة المعالم السياحية التي تزخر بها كييف. تفاصيل أكثر حول هذا المشروع في تقرير الزميلة إنيسا زانينا، يقرأه الزميل صفوان جولاق. منذ أن زارها أول مرة قبل 6 أشهر، أحب الليتواني إجناس يوركونيس العاصمة الأوكرانية كييف. أحب الأطعمة الشعبية فيها وألف الحديث مع سكانها. الناس بسطاء وعاطفيون جدا.
عندما تتعرف عليهم عن قرب تدرك أنهم أصدقاء جيدون. العاصمة كييف ستشهد ظهور 25 تمثالاً على شكل ملائكة أهداها إجناس تعبيراً عن حبه وإعجابه لأوكرانيا ولشعبها. التماثيل ستكون منارات في الأماكن السياحية الرئيسية برعاية مشتركة من قبل مختلف السفارات الأجنبية المعتمدة لدى أوكرانيا. نحن نناقش الآن الأماكن التي ستوضع التماثيل فيها. سنبدأ من حي البادول، حيث تتواجد العديد من المعالم التاريخية التي لها مثيلات في ليتوانيا. التعاون بين كييف والعاصمة فيلنيوس يتطور باستمرار، حيث ستشهد الأولى قريباً ساحة تحمل اسم ليتوانيا، وستشهد فيلنيوس ساحة باسم أوكرانيا أيضاً. السفير الليتواني في أوكرانيا يعتبر هذه المبادرات فعالة لتقوية أواصر التقارب بين البلدين. من المهم دعم هذه المبادرة على الرغم من كونها مبادرة خاصة، لأنها تهدف إلى تطوير المدينة وجعل كييف أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين والسياح. نحن نأمل أن يلقى المشروع إقبالاً من المجتمع الأوكراني ومن الشعوب الأخرى. أصحاب المشروع يرون أنه سيكون دعماً حقيقياً للسياحة في أوكرانيا، وسيبرز أهم المعالم السياحية فيها، ومن المتوقع أن تلقى تماثيل الملائكة شعبية واسعة بين السياح والزائرين. في الرياضة، تعرف المنتخب الأوكراني لكرة السلة على منافسيه في بطولة أوروبا للعبة 2017، وذلك بعد عملية القرعة التي جرت في مدينة اسطنبول التركية. وفقا لنتائج بطولة أوروبا الأخيرة، فإن 24 منتخبا شارك في عملية القرعة. وبما أن المنافسة المقبلة ستجري في 4 بلدان، أعطي للدول المضيفة الحق في اختيار بلد واحد يقع تلقائيا معه في نفس المجموعة. فحتى قبل أن تبدأ عملية القرعة، ستلعب فنلندا مع إيسلندا، إسرائيل مع ليتوانيا، ورومانيا مع المجر، وتركيا مع روسيا. المنتخب الأوكراني حل في المجموعة الثانية التي تضم كل من إسرائيل وليتوانيا وجورجيا وإيطاليا وألمانيا. نهائيات البطولة الأوروبية لكرة السلة ستجري في الفترة من 31 أغسطس حتى 17 سبتمبر 2017. بهذا الخبر الرياضي وصلنا إلى نهاية نشرة اليوم، قدمناها لكم من قناة UATV بالعاصمة كييف. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.